يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفقار. يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها. يسرق فلوس من الناس، قال انا خلاص 20 سنة اسرق، ما اعرف اتوظف في اي مكان، مالي الا اسرق من الناس. كذلك انت لما تقيمين علاقة محرمة، الله سبحانه وتعالى يقول محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، الخدنة هو العشيقة والعشيقة. لا يا بنتي لا يجوز أن يستمتع منك بصوتك ولا يكون بيكم رسالة. اللي تسوينه يا بنتي أول شيء تغيرين رقم جوالك مباشرة، تخلصين المكالمة تطلعين شريحة وتكسرينها وتسئلين الله تعالى المغفرة وتحمدي ربك عز وجل أن الله بنتي ما أقصد لما تغيرين رقمك على الأقل سيصبح الضغط من جهة واحدة من الشيطان عليك اتصلي به، لكن لن تأتي من عنده رسائل فيضغط عليك الشيطان من جهته أيضا أن تتصلي به، يصبح يرسل رسائل يأتي قيد التسليم، والله ما تم التسليم، والله البنت غيرت رقمها تابت إلى الله. وبالتالي يا بنتي أنت الآن ترى إذا كونت معه علاقة سوف تشجعينه لأن يكون علاقات مع بنات كثير وتصبحين فتحت عليه باب الشر. بكرة إن شاء الله يخطبك ابن الحلال ويتزوجك ويرزق الله تعالى ذرية صالحة، لكن انتبهي تغريد من هذا. عينيني على نفسك يا تغريد، لما قال ربيعة بن كعب يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، قال لها عني على نفسك بكثرة السجود، أنت عينيني على نفسك يا بنتي أرجوك غيري رقمك الله يحفظك وإن شاء الله ندعو لك. يا لؤلؤا قد صان عفتها الخمار بين السفور وبينك حجب الفقار. يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها.